الدنيا خرجنا شيخنا. استغفر الله ما خرج. لقمان الحكيم اجى على بلده لما فات هنا عن صار له شيء 20 سنه غايب. فات اول ما فات على ضيعته شاف نبع مي، فات من صوب النبعه لقى ناس واقفه عم تعبي مي تستقي ايش ماء لها، فحب يطمن عن اهله قبل ما يفوت، فعرفوه هنن، فقال لهم كيف ابي؟ قالوا له مات. قال لهم عارس فيت ولي امر نفسي، ما عاد حدا بالدنيا كلها يمون عليه. لقان مين يمون على الواحد غير ابوه؟ كيف امي؟ قالوا له ماتي. قال له عال زال همي. كانت تهكى همي، رقيلاتنا ولا شيء، علقت يامو اكلت، يامو شو صار معك، يامو كذا. اي نعم، يامو غبت اليوم ما بينت، غلي قلبي عليك، بدي اقول لك على الموبايل بيطلع مشغول، تعالي رحت لك شيء مشوار لك ابي. اي نعم، وينك انت؟ وين كذا؟ فاي الام على طول قال له عال زال همي. شلون زوجتي؟ قال له ماتت. قال له عال جدد فراشي. قال له بلاقي وحده غير شكل. شلون اختي؟ قال له ماتت. قال له عال اي نعم ستر عرضي. يعني الاخت سبحان الله بتلاقي ايش يعني طول عمره الواحد ذكران همه. عيط علي زوجها، اسأله كذا اي نعم بتلاقي. الانسان بيك كلامه. شلون اخي؟ قال له مات. قال له اخ هلا انكسر ظهري. بموتة الاخ انكسر ظهري. اليوم بتلاقي الأخوة سبحان الله سلام ما عم يسلموا على بعضه. راحوا معي على الحاجة اثنين أخوي، راحوا معي بشرط إنه ما صالحكم. قال شيخ لك صالحنا ما بنروح معك. لا أصحك صالحوا أعوذ بالله. شو ما عيب صالحوا. خليتهم بالمدينة المنورة جنب الروضة الشريفة عند النبي عليه الصلاة والسلام وطجيتهم ببعضهم. قلت له هون بدك تصالح أخوك. اي نعم، شو جاي على الحج السابق انت وياه؟ اذا قطعين رحم جايين تحجوا. فهنيك ما بيسمحوا لنا السعوديين نوقف. بس لما لقوا اخوات اثنين وعم صالحهم قاموا يعني بل دخلوا معنا بالموضوع. اي نعم يلا صالح اخوك، اي نعم بوس اخوك كذا، صالحناهم مع بعضهم. رجعنا على سوريا ما بيضحكوا. يعني سبحان الله، يعني احنا افتكرنا انه صالحناهم خلص مش محال. وراه النسوان. ونحن صغار كنا ناكل من صحن واحد وننام بفرشه واحده. واذا صار شيء على اخي بالمدرسه تلاقي ينحش شنطاتي وارقد اعمل خناقه انا مع اخي. ولما كبرنا النسوان بعدونا عن بعضنا. بتلاقي ايش صار الواحد اخوه غريب عنه. بتلاقي ما اي نعم اخواتنا من العيد للعيد على حتى نرفع سماعه التليفون. فالاخ اي نعم اخاك اخاك، ومن لا اخ له كساعد الى الهيجة بغير سلاح. فلي ما له اخ اي نعم سبحان الله يعني نقول الله يعينه. مره كان في عندنا مشكله احنا بجامع الحنابله، انسرق جاكيت في احجار كريمه وفي ذهب وفي ساعه ذهب وفي شاب بيشتغل عند سائق، فشرح جاكيته وقال وحطه على جنب واجى يتوضا. اجى واحد معتوه منغولي حمل الجاكيت وهرب. احنا ما بنعرف مين اخذ وما انتبهنا، غير صار شوشره بالجامع. فقالوا له لطلابك يا شباب ما بصير يعني تعملوا لنا شوشره، الله يرضى عليكم، لا الناس بيحكوا علينا. اذا نحن طلاب الشيخ اللي نعم، قالوا لك انسرق الجاكيت وفي ذهب. يا لطيف شو هالحكي؟ كنا نصلي الوتر ما صلينا الوتر. رحنا ندور عليه، كملنا شيء للساعة 1 بالليل ندور عليه كمشناه. جبناه لرايحة من جيبته ساعة الذهب ورايحين أكياس إي نعم الزيقون وما الزيقون هذول الأحجار الكريمة. صفيان هون في كم كيس صغار حقه مئات الألوف، هي قصة من الثمانينات. فا ما بنعرف نحن مين سرقوا وشو صار شو كذا. الشيخ قال يا ولدي يعني عوضوا على الشاب اللي انسرق له الاضراب. والله انا عيالي معها جوز حلق يعني اي نعم، يا دوب بتلاقي حلق يعني اذا نامت على المخده بينطعجوا يعني شكل حلق اي نعم، ما حرش اي نعم يعني في بيطلع شيء 10 هذول قلوب مقلوب كذا اي نعم لحالهم عم يسقفوا بالهواء بيلعبوا لحالهم. يعني معنا كم 100 ليره ما في غيرهم، كانت 100 ليره منيحه. جبتهم كلياتهم حطيناهم قدام الشيخ من روسيليا هذول.
لله تعالى. فكتب لي بإيده ورقة نعم أثنى فيها علي أنا وعيالي إنه عمل الصحابة وكذا، أخذت الورقة أنا خبيتها. مضت سنين ولا تاري القصة طويلة عريضة. هذا تاري المعتوه، هالمعتوه طلع بسيارة تاكسي عمومي، قال له شوفير التاكسي هات إجراء آبا آبا، نبشوا الأهل هذول الغراب جيبته أخذون ومن زيلوا لك نزلوا، أخذ الغراب افتكر الأحجار الكريمة تبعات تريا ولاده عم يلعبوا فيهم بالبيت، أخذهم إيه نعم مشان إنه يبيعوا للتبع، قال له عمو لك يبيعهم 500 ليرة أحسن من ما يلعبوا فيهم هذا، أخذهم وراح فيهم ولا بيقول له إيه نعم هذول تبع الأحجار الكريمة تبعات التريات، قال له هي أحجار كريمة ما بتنسخب معنا، روح بيعها للسيار. أخذ شوي وراح، ما فيه النشرة، فات على السايق حطهم، قال له شوف لي هذول قديش تشتريهم، السايق طلع على النشرة لقى إيه نعم المواصفات تبعت الجواهر، قال له في غيرهم معك؟ قال له في، قال له روح جيبهم وتعال ما بنختلف، هذول حقهم شيء إيه نعم ما يقرب من 600,000. شو 600,000 بالثمانينات؟ هذاك فرح، فرد اخذهم رجعهم على جيبته، راح على البيت جاب البقيه وجا حطهم، لقى اثنين قاعدين جوا كلبشوه اخذوه محل. اي نعم. منين جايبهم؟ منين جايبهم؟ مشكلة صار معهم بقى مشكلة طويلة عريضة. يعني كان جلسة النطق بالحكم 7 سنوات بده يحكم القاضي. فاجى المحامي اي نعم اجا وقعد عندي بالمحراب بجامع الحاجبية، انا كنت صلي على وضع الشيخ حسان عندي صلاة الظهر، الشيخ حسان ما عاد فتح انا صلي محله. اجا صلى جنب مني قال لي شيخ قلت له نعم، قال لي تذكر صار في حادثة سرقة بجامع الحنابلية؟ قلت له ايه. قال لي بتشهد؟ قلت له بشهد. قال لي في غيرك بيشهد؟ قلت له المصلين كلهم. بيصلوا الظهر عندنا 4-5 صفوف يعني. نزل لك اسمه كلهم؟ قال لي بتنزل عند قاضي؟ نزلت والله. شدت عند القاضي، القاضي يوم قال له المحامي يا سيدي في القضية في شاهد، ليش شاهد؟ القضية متهية والزلمة معترف وخالصة. قال له سيدي بس أنت اسمع عم الشاهد. قال لي تعال. ما خلوني أطلع وقف كمان على المنصة من تحت وأفتح. يعني القاضي مالي من القضية كلها بده يخلصها. حط إيدك على المصحف، حطينا إيدنا على المصحف من فوق هيك والله العظيم أقول الحق. قال لي شو قصدنا؟ قال لي سيدي صارت سرقة عنا بجامع الحاجبية بجامع الحنابلة. مو نعم مو تشريح مش سطو بالعنف. قال لي شو عم تحكي انت؟ قال لي يا سيدي قال معناتها بجوز هي غير هي. قال لي فيك تثبت لي انه التاريخ واحد؟ قلت له نعم. تذكرت الرسالة الكلمة تبع الشيخ وطلعوا معي هيئة المحكمة كلها وطلعوا معي أهلهم وطلعت معي الناس كلها. فت على البيت شو يقول لي المحامي؟ شيخ تكون ضوعتها شي الورقه. نعم والله ما ضوعتها، يقول لي اذا ضوعتها راح الزلمه ب 60 دراهم. يا اخي ما ضوع ورقه منين شيخنا ضيعها انا؟ شو هالحكي هذا؟ انا مفكر كان بس موت نزلها معي على القبر. نعم مثل الكفل اللي ايش؟ كفل رجل انه يجعله من اهل الجنه فنزل ورقه معه على القبر، تعال احب ينزلها شان بس يجوا الملكين اللي يعني انا والله عملت منيحه بحياتي يعني اشوف هاي ورقه معي كذا امدون ياها تاري قلت يلا بركي الزلمه يطلع خطيه. والله فت على البيت فاتوا معي على البيت كلياتهم، نزلت الشنتايه يعني فتحتها طلعت الورقه قالوا هي ورقه اخذوها. الرجل طلع براءه اي نعم. عمه كان مدهون معه، ابن حماه مدهون معه كمان يطلعوا براءة. عمه موظف أخذ رواتبه كلها اللي كانت إيه نعم رايحة عليه لأنه انسجن الثاني وطلعوا براءة إيه نعم. ف المسألة هون إنه شو بيقول لي القاضي؟ قال لي ليش ادعى هو إنه سطوا بالعنف برات الجامع؟ شو بدي أقول له؟ إنه قال له والله سيدي يعني. أنا محضر له القاضي من قبل بيوم ما نمنا نحن عم نحضر شو بنقول له القاضي. قلت له سيدي هو قال انه يعني انه قال في شغله انا ما اقتنعت فيها. قام القاضي اللي جنب منه هذا ما بعرف شو قلت له، قلت له قضاه بيوقع عليه.
استشاري. قال لي شو هي الاشاره اللي ما اقتنعت فيها؟ قلت له انه معلمه قال على غير دين الاسلام. قال لي مسيحي يعني؟ قلت له ايه. اطلع على القاضي انه انا كمان استشاري، شلوني افرته؟ يا انا من امبارح مبيت لك ياها. بس ما بدي اقول له انا دغري انه هيك هيك، يعني ما عنا يعني بدي ياخذوها علينا انه هذا دين وغير دين وكذا وهي. اي والله والله. اي نعم. طلع الزلمه وراه. قال لي شيخ بدنا نعمل لك مولد. قلت له لا تعمل مولد ولا تعمل شيء. اعطيني احترج لها شيخ. استغفر الله ما اعرف شو. فقلت له سيدي يعني اللي اخذها رجل مختلط الكلام قليل الفهم الا انه لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. قال لي معتوه يعني؟ قلت له بالضبط سيدي. يطلع على القضاة الثانيين شلوني انا على الفرع. اي نعم. فلانه هذا الكتاب قارئينه القضاة. انا فت مره على قاضي عنده ناس حاجب برا ما بيخليني يفوت. قلت له قل له شيخ فتحي صافي. اي نعم. قاضي شرعي. انا مو قاضي شرعي، انا بمستوى دراستي مستوى قاضي شرعي، بس ما اشتغل قاضي، كان بيحطوني محكم ما رضيت. لانه القاضي الله يعين القاضي يوم القيامه يوقفوه على جسر جهنم. فالرجل الجسر بيرج فيه حتى ما بيتم عظمه على عظمه من رعبه. اي نعم. والقضاة قاضي اي نعم حكم بالعدل وظنه ظلم هو في النار. قاضي حكم ظلم وعرفان الظلم هو في النار. قاضي حكم ظلم ومفكره عدل هو في النار. إلا القاضي اللي حكم عدل ويعرفه عدل هو في الجنة. لكان أبو حنيفة شو بالكم؟ أبو حنيفة أبو حنيفة مات بالسجن. أبو حنيفة ما رضي يستلم قاضي. فاشتبك مع أبو جعفر المنصور. قال له أبو جعفر المنصور قال له إنك تصلح تكون قاضي. قال له والله لا أصلح. اي نعم. قال له انت حلفت. حلف ابو جعفر المنصور. فقال له يا سيدي اذا حلفت صادق اني ما بصلح اكون قاضي فلذلك اي نعم ما كذبت، واذا كذبت بيميني ما بصلح اني اكون قاضي. حطوه بالسجن كل يوم يسقوا السم ويضربوه على راسه اي نعم بالعصي لحتى مات. امام الشافعي كان بيقطعوا راسه جابوه من اليمن بالجلازير لبغداد بيقتلوه كانوا في زمن هارون الرشيد. اللي خلصوا الإمام محمد الحسن الشيباني. الإمام مالك نعم جلدوه بالمدينة المنورة بحرم النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد تموا يجلدوه لحتى تكسروا إيديه. وقال له أحد اللصوص قال يا إمام خليك واقف ومتمسك، إذا بتفلت تصفى عزمك على إيديك إيديك بيتكسروا. ما حسن على الجلد. فمعظم الأئمة نعم ماتوا بالسجون وماتوا هنا.